في هذه اللحظات تمت انطلاقة الشوط الثالث عشر في المجموعة الشوط السابع للبكار اللي في أول المراكز. هذه الذيبة لسيد خليفة بن خليفة العطيم، سيطرة تام على هذا الشوط. أما في ثاني المراكز هذه الشاهينية لسيد سعد بن نهار النعيمي في هذه اللحظات. في ثاني المراكز ثالث المراكز بعيد عنا كل البعد في هذه اللي وصل في هذه اللحظات في ثالث المراكز اللي هي حدث لسيد بريك بن عجيان المري. في ثالث المراكز الرابع المراكز الغزية لسيد محمد بن صالح آل سعد، وفي خامس المراكز منصورة لسيد صالح بن حمد المري. في خامس المراكز نروح مع الذيبة اللي راحت والشوط راحت وجرت الشوط جر في هذه اللحظات 800 متر أخيرة. وفي هذه اللحظات هذه الذيبة يدعو ملكية الذيبة لسيد خليفة بن خليفة العطية في أول المراكز، وهم سيطرة تامة منذ الانطلاقة وحتى هذه اللحظات. وواصلنا في ثاني المراكز هذه الشاهينية لسيد سعد بن نهار النعيمي، وفي ثالث المراكز اللي وصلت هذه رقم 16 الغزيل لسيد محمد بن صالح آل سعد اتسللت في هذه اللحظات وانتزعت المركز الاول. اما الرابع المراكز بعيد كنا عنا كل البعد، وخلونا مع الغزيل راحت بالناموس وراحت بالمركز الاول منذ 400 متر الاخيره، وتعود ملكيه الغزيل للسيد محمد بن صالح ال سعد في هذه اللحظات. اما في ثاني المراكز هذه الذيبه وتعود ملكيه الذيبه للسيد خليفه بن خليفه العطيه في ثاني المراكز. ثالث المراكز اللي هي رقم 5 الشاهيني للسيد سعد بن نهار النعيمي، ولكن روح مع الذيبة روح راحت الذيبة بالناموس وانتزعت المركز الأول. نقول تهانينا والناموس لمالك الغزيل اللي هو محمد بن صالح آل سعد التي انتزعت المركز الأول وسيطرة تامة على هذا الشوط. نقول تهانينا والناموس لسيد محمد بن صالح آل سعد على فوز الغزيل بالمركز الأول. أما في ثاني المراكز هذه لحظات الوصول، اما في ثاني المراكز اللي وصل هذه الذيبه للسيد خليفه بن خليفه العطيه، ثالث المراكز منصور للسيد صالح بن حمد المري. نقول تهانينا والناموس. التوقيت الزمني لهذا الشوط 3 دقائق وثانيه واحده و46 جزء من الثانيه. نقول تهانينا والناموس.